تنطلق يوم غد الثلاثاء امتحانات شهادة الثانوية العامة في سوريا الداخل وللطلاب السوريين المتواجدين في تركيا ولبنان والأردن برعاية وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة. وسط ترقب الطلاب وذويهم، خصوصا وأن هذه الامتحانات تأتي في وقت كثف النظام فيه قصفه على المدنيين وعلى مدارس عديدة تسبب بتوقفها عن استقبال الطلاب. وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة ذكرت أن عدد المراكز الامتحانية في سوريا والدول المجاورة بلغ 146 مركزا، على ألا يزيد عدد الطلاب في المركز الواحد عن 100. كما سيراقب العملية الامتحانية مبعوثون من دول متعددة أهمها تركيا التي تضم مقر الحكومة. التعليم في سوريا مر بعدد من المراحل، فمن الريادة في المضمون والمخرجات قبيل حكم حزب البعث إلى تراجع ملحوظ أثناء حكم حافظ الأسد، حيث كانت تتهم المؤسسات التعليمية أحيانا بالفساد والمحسوبية حتى بدأت الثورة. وساهم طلاب سوريا فيها بشكل كبير من خلال المظاهرات والاعتصامات داخل المدارس والجامعات، ما تسبب في استشهاد واعتقال العديد منهم، كما توقف ملايين الطلاب عن متابعة تعليمهم بسبب المعارك والاشتباكات أو بسبب تدمير المنشآت التعليمية بسبب القصف المتواصل الذي طالها.